أهلا بكم في هذه التغطية الممتدة معكم على مدار اليوم من الآن. نبدأ باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية عن آخر التطورات على الساحة العربية. البداية من الصحيفة الأولى معنا أو الموقع الإخباري الأول. ٢٤ في عنوان رئيسي: مقتل وإصابة 90 مدنيا في بداية الهدنة بشمال سوريا. ومن اليوم نطالع أيضا عنوان: الأمم المتحدة وقف النار بإدلب فشل في حماية المدنيين. الشرق الأوسط في عنوان رئيسي: الأزمة الاقتصادية تصل إلى جيوب السوريين ولقمة عيشهم. وصحيفة الرأي: مفتي داعش في قبضة الأمن العراقي. ومن الوطن: مقتل مدني في هجوم مسلح جنوب العراق. بغداد بوست: القبض على 3 إرهابيين والعثور على 90 للعتاد خلال عملية استباقية في الأنبار. ومن النهار: تعقيدات اللون الواحد تجمد مجددا حكومة دياب. أخبار الخليج: متظاهرون يقطعون الطرق في لبنان مع دخول الحراك الشعبي شهره الرابع. لبنان 24: دمج الحقائب قد يؤدي إلى مشكلة. وعكاظ: الإضراب يشل لبنان. من بوابة الشروق: الحراك في جمعته 48 بالعاصمة: نريد الدستور كله لا نصفه. ومن البيان: تركيا تنقل المرتزق عبر جسر جوي إلى طرابلس. إكسترا نيوز في عنوان رئيسي: بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل الجوانب المتعلقة بمؤتمر برلين حول ليبيا. والاتحاد: تونس 21 مرشحا لرئاسة الوزراء على طاولة الرئيس. ومن مصراوي عنوان آخر: تونس طائرات بدون طيار تحلق قرب الحدود مع ليبيا. بوابة العين الإخبارية: إحباط محاولة لاغتيال قيادية بحزب التيار الشعبي في تونس. ومن المشهد السوداني: الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية تؤكدان توافر الإرادة للوصول لسلام شامل. We'll be right back.